دعني أبدأ من نقطة المحادثات التي حضرتك تفضلت بها. المحادثات تثبت أو يعترف بها جميع الأطراف أنها غير ناجحة من أعلى المستويات إلى الوفود التي قامت بهذه المحادثات، وعدم تقديم التنازلات من أي طرف من الأطراف لا يوحي بنتائج إيجابية قد تحدث، سواء استمرت في الحوار كما دعا الطرف الغربي أو لم تستمر. فالجانب الروسي يسعى إلى التصعيد بغض النظر عن المحادثات، هذا ما لاحظناه في تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الذي وضع مزيدا من الخطوط الحمراء إلى جانب الضمانات الأمنية التي تم تقديمها إلى الولايات المتحدة. واليوم نلاحظ بعض التصريحات التي تشمل دونباس والتي تفرض على حلف الناتو بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم لأوكرانيا، بغض النظر عن أيضا توسع حلف الناتو، وهذه النقطة التي تؤكد عليها موسكو. أيضا الكرملين وصف هذه المحادثات بغير الناجحة، بل لاحظنا أن هناك بعض الأساليب التهديدية التي ظهرت في تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، حيث يقول أنه في حال نشر الصواريخ أو دعم أوكرانيا عسكريا يمكننا أيضا أن نتحالف مع شركائنا في فنزويلا وكوبا، وأيضا لدينا مناطق لنشر الصواريخ وإنشاء تهديد غربي ربما يؤدي إلى نتائج أسوأ من حتى الدعم الأوكراني. أيضا اليوم لاحظنا أن بعد هذه الدعوات أن الطرف الأمريكي صرح بنية موسكو في اجتياح أوكرانيا قريبا، لترد السفارة الروسية حول ذلك وتقول أنها هل اقتصر الرد على السفارة في واشنطن أم الجانب الروسي في موسكو رد على هذه التصريحات؟ حقيقة أن الكريملين أيضا منذ بداية هذه الأزمة يصرح أنه لا نية لموسكو لغزو أوكرانيا، وأيضا أعاد هذا التصريح، ولكن يمكننا اعتبار أن الجانب الأمريكي ربما مخاوفه صحيحة نوعا ما، بما أن المناورات العسكرية أيضا تزداد على الحدود الأوكرانية من الجانب الروسي، فهذه المناورات شهدناها سابقا عندما تم ضم القرم واجتياحها وضمها إلى روسيا، لذلك هناك تخوف قائم لأن قد لموسكو سوابق في هذا الأمر. تصريحات السفارة الروسية حول ذلك تقول أنها عبارة عن دعاية استفزازية وإعلامية لموسكو لتنجر وراء هذه الدعايات الغربية واستفزاز روسيا قيامها فعلا بهذا الاجتياح. وأيضا الجانب الأمريكي يعتبر أن هذه التصريحات ربما هي عبارة عن تضليلات يحاول الطرف الروسي القيام بها لقيام بذريعة أو حجة لاجتياح الأراضي الأوكرانية. رام، كما ذكرت الجانب الروسي يتجه إلى التصعيد، لكن إذا أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جولة مقبلة، هل سيقبل الجانب الروسي الدخول في مفاوضات؟ أيضا جاء في بيان سفارة روسيا في واشنطن أن روسيا تقبل بجميع الحلول الدبلوماسية، لكن أعتقد أنها عبارة عن شعارات لا يمكن الأخذ بها في ظل هذه التصعيدات التي نشهدها. ولكن دائما يصرح الجانب الروسي كما الأمريكي والغربي أنه مستعد لأي حوار تجريه موسكو، لكن ضمن الضمانات الأمنية، والتحييد عن هذا الموضوع لا يؤدي لأي نتيجة في بحسب التصريحات الروسية. شكرا جزيلا مراسلتنا مرام حمصي من موسكو على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا.